انطلقت منافسات دور الثمانية من بطولة الألعاب الإلكترونية اللي بتنتظم بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، هنا بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، ده ضمن فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا. كمان انطلقت أيضا فعاليات مسابقة الشطرنج بالبطولة ذاتها، واللي بيشارك فيها 310 طالب وطالبة بيمثلون 36 جامعة. احنا من المفترض يكون معانا الاستاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه، ولو التليفون مش جاهز نحاول نتواصل معاه. جاهز؟ طيب معانا استاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه. صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير، اهلا بيك واهلا بالاهلي ومشاهدينه وجماهيره. اهلا بحضرتك، صباح الخير عليك استاذ شريف، وخلينا كده نعرف منك اكتر يعني تفاصيل عن الخبر. احنا بنتكلم عن انطلاق المنافسات الدور الاربع الدور الثمانيه في بطوله الالعاب الالكترونيه، وعايزين نعرف كده التفاصيل هتمشي ازاي، يعني الصوره في الفتره اللي جايه هتبقى عامله ازاي يا فندم؟ اتفضل. هو احنا خلاص طبعا في التصفيات، هو بقى من ساعه جائحه الكورونا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي طبعا اعتمد على اتحاد الالعاب الالكترونيه لحد كبير في ملء وقت الشباب اللي ساب الجامعه وساب المدرسه وبقى قاعد في البيت، من خلال التوجيه بنبقى العاب الكترونيه غير ضاره، يعني تختار انواع من الالعاب الالكترونيه اللي بيحبوها واللي بيقبلوا عليها وما يكونش ليها الاثار اللي احنا عارفينها. قمنا بعده مسابقات كبيره، وسمحنا لكل المنظمين البطولات ان هم ينظموا تحت رعايه ودعم الاتحاد. وفعلا يعني تقريبا اكثر من مليون مشاهده للبطولات اللي اتعملت خلال جائحه الكورونا. مع بدايه الصيف وانتهاء الموسم الدراسي، الاتحاد الرياضي للجامعات طبعا اتكلم معانا وهو دايما على تنسيق معانا، قام بتنظيم كل بطولاته اونلاين، وطبعا كان منها بطوله اللي هي كره القدم الالكترونيه. احنا كاتحاد بيبقى المهمه المكلة لينا اللي هو النواحي الفنيه، اللي هو من خلال البلاتفورم اللي بيتعمل عليها البطوله، اختيار اللعبه، التحكيم، رصد النتائج، لكن الاعلان لدى الجامعات ورعايه الشباب والتقديم والاختيار والشروط دي كلها الاتحاد الرياضي للجامعات. وده يمكن هيكون تمهيد لان في اكتر من حاجه برضو الصيف دوت، هيبقى في بطوله جامعات مفتوحه احنا اللي هننظمها، وان احنا يتم ادراج الالعاب الالكترونيه ضمن اسبوع شباب الجامعات كلعبة أساسية من ضمن الألعاب اللي الجامعات بتعتمدها في أسبوع شباب الجامعات ومسابقاتها الرسمية. ودي الحاجة القوية طبعا دكتور صبحي حسنين، دكتور هشام الديوشي مدير عام الاتحاد، ودكتور صبحي حسنين طبعا نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي الوزير، كل دوت بيبقى تنسيق كامل إن الألعاب الإلكترونية أصبحت سمة من سمات العصر وبقت اساسيه زي كل الرياضات الاخرى. رائع جدا، يمكن هي بس في الفتره الاخيره تزايدت يعني او تم التركيز عليها بشكل يمكن اكبر زي ما حضرتك ذكرت علشان جائحه كورونا يمكن اديتها فرصه اكبر يعني لكل يعني طبعا الوجود في البيت، الاقبال على الرياضات الرقميه، ساعات الزرنا في الاتصالات كانت 16 ساعه، يعني الناس قاعده الموبايلات في ايديها، الشاشات موجوده. طبعا احنا الرياضات الرقميه بقت منتشره جدا جدا صح. جدا، ويمكن حتى السايبر كانت مقبوله، اي مكان بره كان مقفول، ما كانش غير الالعاب الالكترونيه موجوده، فكان فرصه الناس كلها تعرف تلعب مع بعض. صحيح، نشكرك جدا استاذ شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الالعاب الالكترونيه. احنا امبارح كنا لسه بنتكلم، لسه هقول لك والله عشان كده على الموضوع ده، لسه امبارح بنقول ايه والاهالي واولياء الامور اهو بقت بطولات رسميه وعالميه كمان، بس دي بقى حاجات مش مدره زي الالعاب الثانيه اللي هي العاب العنف من غير ما نذكر يعني اسماء هذه الالعاب. لا انا بتكلم بس من حيث المبدا، فكره سيطره التكنولوجيا والالعاب الالكترونيه خلاص بقى امر واقع لا مفر منه.